متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي سنستضيفه فيه سي مصطفى شعون الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من أجل مناقشة القضية اللي ثارت مؤخرا واحد الجدل والنقاش حول تخصيص الحكومة أو قرار الحكومة تخصيص الدعم لمهني النقل الطرقي. كيفاش سيكون هذا الدعم؟ واش هو على شكل ما كان في زمن كورونا، أم سيكون دعم حقيقي لهذه الفئة تاع مهني النقل، وهو الدعم اللي كانت وعدت به حكومة السي بن كيران سنة 2013؟ السي مصطفى شعون مرحبا. شكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعين الكرام. الحكومة الآن وعدت بأنها تخصص واحد الدعم المهني النقل الطرقي على إطار الزيادات التي عرفها مادة الغازوال، كيفاش غيكون الدعم؟ واش فتحوا معكم نقاش حول الطرق لصرف هذا الدعم؟ أولا لابد أننا نتكلموا على السياق، السياق اللي كيعرفوه السياق العام اللي اليوم العالم كله كيعرف الارتفاعات المتتالية والغلاء التصاعدي لمادة لكل المحروقات ومجموعة ديال المواد الاستهلاكية. بالفعل داخل المغرب أننا اليوم حنا القطعة ديال المحروقات كيف ما كيعرف الجميع تحرر في 2015، ولكن هذه الشهور الأخيرة من بعد هذا الغلاء بدات القدرة الشرائية ديال السائق المهني وديال المهني النقل، نتكلم على القدرة الشرائية، يعني كنتكلم على التكلفة ديال النقل ديال لا نقل جماعي الأشخاص ولا النقل العمومي للمسافرين، وكذلك نقل البضائع بدات كتقاس من جراء هذا الغلاء، لان كيف ما كيعرف الجميع الغازوال او المحروقات هي مكون اساسي من التكلفه ديال النقل، ويمثل واحد بين 45 الى 55% من كل التكلفه ديال النقل للجميع الاشخاص ولا العمومي المسافرين، وكذلك نقل البضائع خصوصا في المقاولات الصغرى والصغيره جدا. اذا هذه العمليه دفعت ان يكون هناك احتجاجات على الصعيد الوطني، اضرابات، احتقان، بلاغات، الكل يندد. ولكن اليوم اللي كنبغي نحيي فيه كل مهني النقل انهم رغم هذا الغلاء في هذه المده الاخيره احترموا نفسهم، وما كانش هناك زياده في الاسعار لا ديال النقل جماعي الاشخاص ولا ديال عمومي المسافرين ولا كذلك نقل البضائع، حفاظا على القدره الشرائيه للمواطن. وهذه جانب من المواطن اللي ابانوا عليه في في فتره الحجر الصحي، وكانوا دائما في الصفوف الاماميه وما زالوا كذلك في هذا الشان هذا. على اطار هذه الاحتجاجات وعلى اطار الاحتقان اللي كيعرفوا القطاع، كيف ما تابعتوا انتم كجهاز صحفي يوم الخميس اعتقد 10 مارس في اجتماع ديال مجلس الحكومه اعلنت بان سيكون هناك لقاءات مع مهني النقل من اجل المواكبه ديالهم والاعانه ديالهم، انا اكيد الاعانه ديالهم في هذه الفتره في هذا الظرف العصيب اللي كيتمر منه العالم وكتمر منه المملكه المغربيه. وعلى اطار هذا تمت دعوتنا احنا كمنظمه ديمقراطيه للنقل واللوجستيك متعدده الوسائط، مجموعه ديال النقابات والجامعات بما فيها نقابه الباترونا او الجمعيه التي تحتوي أو تنظم الباترونا في قطاع النقل، كل استدعية للقاء يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة النقل، ترأسه السيد وزير النقل وكذلك ترأسه السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السي فوزي القجع، من أجل تقديم اقتراح الحكومة. كنا ننتظر أن الحكومة لابد أنها غتجيب اقتراح لدعم أو مساعدة أو إعانة، نسميوها كيف ما بغيت تسميها، لأن هذه العملية إذا القديم ما تتعلقش بدعم القطاع النقل ولكن إعانات، إعانات كما كانت على شكل كورونا. باش نكونوا واضحين مع الرأي العام الوطني والمهني، دعم مهني النقل او تخصيص غازوال مهني عنده مساطر وعنده واحد البروسيس، عنده واحد المسار خصو يدوز منه باش يكون واحد الغازوال مهني مخصص لمهني النقل. اولا قطاع النقل غير مهيكل، 85% ديال القطاع ومقاولات صغرى ومتوسطه وصغيره جدا وسائقين مهنيين كيشتغلوا لحسابه الخاص، الرؤيه المهنيه ما كايناش، الارقام والمعطيات والاحصائيات هي غير متوفره باش نكون واضحين. اذا سيصعب ان يكون غازوال مهني، وفي ظرفيه في هذه الظرفيه الحاليه لا تنهضروش على الغازوال المهني، تنهضروا على الدعم. دابا الدعم ولكن مساعده ليس دعم، لان الدعم عنده شروط. دعم المهنيين خصو يكون اصلا مخصص في الميزانيه ديال 2022، هذا ما كاينش. كيف ما كنتكلموا على دعم البوطاغاز، راه كيتكلم السيد الوزير المنتدب على 10 المليار ديال الدرهم اللي هي مخصصه في ميزانيه 2022 من اجل دعم البوطاغاز. ليس هناك دعم، لان هذه العمليه كانت غير مرتقبه، ومع الاسف ان في 2018 كان نفس الاحتقان اللي عرفوا قطاع النقل الطرقي للحكومه المنتهيه ولاته والحكومه الحاليه، ما استدركتش هذا الموضوع هذا. واليوم اعتقد ان هذه المرحله اللي كنمروا منها وما كنتمنوش انها تكون طويله ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان الامور ترجع لنصابها على المستوى العالمي ويعمل السلم والسلام العالم كله، الامور والاسعار ترجع للاستقرار ديالها، ان الحكومه في المستقبل خصها تخمم في تخصيص الدعم والغازوال المهني لكل مهني النقل الطرقي، باش الا جات قدر الله جات شي ظروف استثنائيه كهاتي ما يتضرش المهني، وحيت مباشره الوقت اللي غيرتفع الغازوال تكلفه النقل غترتفع والاسعار سترتفع. وكيفاش تكون الاعانات؟
ننتظر الاسبوع المقبل ان شاء الله. عندنا يعني ما افاد به السيد وزير المنتدى المكلف من الماليه انه للحكومه قناعه وللحكومه مسؤوليه انها تدبر من الميزانيه من يعني قلب الحرف غناخذوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وسنخصص منصه، ستكون منصه على شكل المنصه التي كانت يعني في كوفيد لتسهيل ولتسريع العمليه. سيستفيد منها كل المهنيين النقل، انا اؤكد السائقين المهنيين اللي سيارات الاجابسين فيها، السائق المزاول، من يؤدي ثمن الغازوال، يعني السائق هو اللي مكتوي يعني بهذه الزيادات، كذلك المقاولات النقليه الصغيره، الشاحنات النقل البضائع الصغيره، المقاولات كذلك الكبيره، مع المراجعه ديال المنظومه ديال الضرائب، يعني تطرحت مجموعه ديال الملفات والتزم بها السيد الوزير المنتدب انه في الاسبوع المقبل غادي حتى هي غادي يتدخل فيها لان مجال التدخل ديالو. ما المده الزمنيه لهذا؟ اسبوعين، يعني اسبوعين الحكومه. لا المده الزمنيه غيبقى السائق المهني ولا المهني سيستافدوا من هذا الاسبوع المقبل، غنعرفوا يعني المعطيات وكل ديتاي يعني كل التفاصيل المتعلقه بهذه العمليه ديال المساعده او الدعم او الاعانه نسميوها كيف ما بغينا نسميوها، يعني المواكبه ديال المهنيين في هذه الفتره العصيبه وفي هذه الظروف اللي كيعرفها العالم، اللي هما بالفعل تاثروا بهذا الغلاء التصاعدي ديال مادة المحروقات، وكذلك تاثروا بالغلاء ديال المواد الاستهلاكيه، لان هو اليوم يؤدي الفرق يعني من جيب ديالو هو مازادش في الاسعار، وفاش كيخرج من المهنه ديالو كيمشي كمواطن يعني يتبضع راه حتى هو يعني مكتوي بغلاء الاسعار ديال مجموعه ديال المواد الاستهلاكيه. يعني ضررين، كاين ضرر انه يؤدي الفارق والمدخول ديالو نقص، وعنده هذاك المدخول ناقص كيمشي يعني كيمشي. بالنسبه لكم انتم كمنظمه نقل ولوجيستيك، واش مرتاحين لهذا القرار ولا كنتوا تطمعوا بان يكون اعتقد اننا حوجه اخرى تكون احسن؟ اعتقد اننا احنا داخل المنظمه الديمقراطيه للنقل اللوجستي كل الملفات وكل يعني كل الامور اللي كتهم مهنه النقل اللوجستي واللي كتدخل فيها مباشره او غير مباشره، يعني احنا لدينا خبراء نلتجئ لهم في يعني من اجل النصيحه، من اجل انهم يدونا يعني بالحلول الممكنه. احنا اعتقد ان هذه المرحله ظرفيه مرحليه كيف ما قلت قبيله في الجواب ديالي، ان في المستقبل لابد ان هذا الموضوع ديال الغازوال ما خصوش يعاود يرجع، لان كما كنقول الثالثه خصها تكون ثابته. في 2018 وقع المشكل، وقعوا الاضرابات والاحتقان في القطاع، التزمت الحكومه المتهيئه بتخصيص الغازوال المهني، مع الاسف اجتمعنا جوج ثلاثه الاجتماعات، كان من الصعب ان كل المهنيين يعني يناقشوا هذا الموضوع من الابعاد ديالو، لان خص كل القطاعات تكون خاضعه لنظام محاسباتي، خص الكل يخضع لنظام ضريبي، يعني اشكال هو معقد، ولكن في نفس الان ليس بي صعب، لان يعني اذا كانت هناك اراده الحكوميه واراده ديال كل القطاعات الوزاريه انها تخصص واحد الغازوال المهني، وحنا كنعرفوا المغرب الحمد لله فاش كيبغيو يديروا شي حاجه راه كيديروها، وكيديروها يعني الحمد لله. راه شوف كيفاش دبرنا الجائحه بي يعني بواحد المستوى عالي من الحكمه، والكل توصل بالدعم ديالو. اذا اعتقد ان هذا الدعم هو دعم مرحلي في هذه الظروف، ولكن احنا داخل المنظمه هذه العمليه غتخلينا نشاهدوا اكثر، اننا نقدموا المقترحات، وان كذلك نزيدوا في حوارنا مع الوزاره، لان هناك حوار مؤسس مع وزاره النقل واللوجيستيك فيما يخص كل القضايا ديال قطاع النقل بما فيها هذا الموضوع ديال الغازوال، لانه مدرج يعني في الحوار اللي هو مؤسس وموضع عليه خريطه الطريق 2022-2024، يعني ثلاث سنوات من النقاش مع الوزارة، أعطينا أولويات ونحن نشتغل في يعني في ثقات متبادلة مع يعني مع مع الجهات مع اللجنة التقنية اللي أحدثت في وزارة النقل، من أجل أنها تحل وتلقى المشاكل، تلقى حلول عفوا لكل المشاكل اللي كيواجهها قطاع النقل الطرق. كيبقى قطاع النقل بوسط سيارة الأجرة كيف ما كتعرفوا أنه هذا الموضوع اليوم هو موضوع نقاش كذلك على على طاولة رئاسة الحكومة، ولهذا الغرض يوم غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم حنا سيكون لنا لقاء مع السيد مستشار رئيس الحكومة من أجل مناقشة المقترحات المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك التي تقدمت بها إلى مقترحات إصلاح فيها مجموعة المحاور، ومن بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد تقديمها للسيد مستشار ديال رئيس الحكومة وتم تقديمها لفرق الأغلبية، خاصنا ننفتحوا على الجسم الإعلامي وعلى المهنيين وعلى كل الفاعلين في قطاع النقل بوسط سيارة الأجرة من أجل يعني إشراكهم في هذه المقترحات وبلورة تصور موحد من أجل إصلاح هذا القطاع اللي كيعاني مشاكل وعلى مشاكل متعددة. سي شعون شكرا جزيلا على قبول الدعوة وعلى التوضيحات هذه، متتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله.